ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ناس كتير بتطلب مني اني اكمل تسريبات مسلسل حيرة. رديت عليكم في التعليقات وقلت ان المسلسل الكسندر قال ان هو هيكون 165 حلقة، ولو كان كتير يعني شوية هيبقى 180، يعني ممكن ما يتعداش اصلا 200 حلقة، واحنا كنا وصلنا ل 230. ناس كتير بتقول لي انزل حتى لو المسلسل مش هيكمل. انا وقفت فترة طويلة جدا ومن رمضان كمان، لاني عارفة ان المسلسل خلاص بينهو، لغوا كمان شخصيات كتير زي شخصية سيف وزي شخصية اخو رويدة، كل ده بيبدأوا يلغوه علشان يختصروا الاحداث ويخلصوا المسلسل بدري جدا، وهم اصلا خلصوا وروحوا على بلدهم، والمسلسل تقريبا ممكن يكون فاضل فيه شهر او شهر ونص بالكتير. لكن الناس بتقولي لازم انزل الاحداث حتى بتاعت المسلسل التركي الاصلي، حتى لو حيرة خلص، يعني تكملة لي اللي ممكن يحصل لو كملوا تصويره أو حتى لو ما كملوش تصويره. طب تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو أصلا المسلسل ده كملوه. لسه لحد دلوقتي مش عارفين ممكن يكون كام حلقة بالظبط، لكن بناء على طلبكم حبيت أنزل لكم الأحداث. الأحداث النهاردة قوية جدا، لأن فريدة خلاص ناوية تعرض على جمال الجواز قدام الكل، وناوية تنتقم وترد الصاعصاعين. في البداية سهيل كان موجود مع فريدة بيقول لها ان النهاردة عاملين عشاء عائلي كده والكل هيكون مجتمع. قالت انا كمان حاجي. قال لها ازاي يعني؟ حد عزمك؟ قالت لا ما حدش عزمني بس لازم اجي. مش بتقول ان العشاء ده هيكون الناس كلها فيه؟ واكيد طبعا سمر هتكون موجودة، انا لازم اكون موجودة انا كمان. قال لها مش انتي خلاص كنت بخططة انك انتي هتطلبي الجواز من جمال قبل ما يفتحك في موضوع ان هو متجوز، وانك لحد دلوقتي مش قادرة انك انت تديله فرصة ان يقولك ان هو متجوز علشان تنتقمي من سمر وكمان منه. ناوية تعملي ايه؟ قالت ولا حاجة، مش بتقولي ان العشاء عائلي؟ حاجي. قال ايوة انت كنت عايزة تتجوزي جمال وهتطلبه منه. قالت ايوة ما انا هعمل كده قدام الكل. قال لها اوف برافو فعلا، لا انت بجد بقيتي يعني تلمستي، خلاص تمام ده احسن انتقام. قالت له مين اللي قالك اني بنتقم يا سهيل؟ انا مش بنتقم على فكرة، انا برد اللي عملوا فيا، برد ان انا كنت زي واحدة غبية بالظبط، كنت فاكرة ان هو يعني متقرب مني عشان بيحبني وكلام من ده، والاخر يطلع متجوز ومخبين علي، انا بس عايزة اخد حقي مش اكتر. وبتستعد فعلا فريدة ان هي تروح على العشاء ده من غير ما حد يدعوها. تعالوا بقى نشوف كمال ورويدة، وهحاول اختصر في الحلقة واللي حصل بينهم. اللي بيحصل ان خلاص كمال قرر ان هو يستنى مع هند، وانه يبعد عن رويدة بعد اللي حصل لوسام، وبعد وسام ما قتل نفسه بسبب رويدة وبسبب علاقته معها، علشان كده وعد وسام وهو في الغيبوبة ووعد نفسه ان هو ابدا مش هيعرف رويدة، وانه خلاص علاقته بيها انتهت، علشان كده بيوضب حاجته علشان خاطر ياخد هند ويروح يسكن عند ابوه، خلاص اخيرا هيسيب الحي. بيوضبوا حاجتهم، بيظبطوا الهدوم وكل حاجة، بس برضه فضل يفكر فيها وأيام زمان، أيام ما كانوا يعرفوا بعض، وأيام ما أنقذها من الحرامي وأنقذها كمان من الراجل بتاع الإيجار اللي كان راميهم بره، فاكرين في بداية الحلقات؟ افتكر كل المواقف دي وكان حزين. رويدة كمان كانت بتفكر فيه وقالت إن هي لازم تروح له دلوقتي حالا علشان تقوله إن هما يرجعوا تاني مع بعض. عدنان قاعد بيتكلم مع مديحة وبتقدم القهوة نرجس، بما إن سعاد ما جاتش فمخلي نرجس يعني تيجي تساعد شوية في تقديم الأكل والشرب. بتقدم القهوة بيعملها وحش، فمديحة بتقول له براحة شوية، تعرف إن ده مش شغلها. رد وقال خليها تشتغل شوية، يعني هي بتشتغل إيه في الشركة؟ بعد كده اتكلموا على موضوع بنتهم وفاء، وإن اللي بيعمله ده مش هيكون في صالح البنت. قال إن هو هيحتفل بانضمام واحدة جديدة على العيلة، الطفلة طبعا لو أنتوا فاكرين، الطفلة اللي المفروض هتعيش مع وفاء وسيف بعد ما هيتبنوها، طبعا لو كنتوا تفتكروا الاحداث يعني. طبعا ناس هتقولي سيف اصلا مش موجود، انا اقول لكم اصلا ان ممكن الاحداث دي ما تكملش، لكن انتوا حابين يعني احداث المسلسل الاصلي، فخلينا نكمل ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. سيف ووفاء كانوا موجودين في البيت مبسوطين جدا بالطفله الصغيره وبيهتموا بيها وبيرعوها، لكن كان سيف حاسس ان هما بيعملوا حاجه غلط او البنت مش من حقهم، ما ينفعش ان احنا ناخدها كده. قالت فيها ايه لما نتبناها؟ جدها مش عايزها وكبير في السن وجيه واتكلم معانا. طبعا هو مش جدها ولا حاجه، ده عدنان بعته. بتحاول تقنعه
وبتقول البنت دي هتخلينا مبسوطين وسعداء، احنا محتاجينها، هي محتاجانا، ليه ما تكونش بنتنا؟ فكر في الموضوع. لا الموضوع صعب، انا مش عارف ممكن اعمل ايه. طب اقول لامي ايه؟ قالت عادي، فيها ايه لما تقول لامك؟ هتفرح جدا طبعا، لان هي نفسها في حفيد من زمان، تعتبر ان دي حفيدتها. احنا ممكن ما نخلفش. قال طيب لو خلفنا؟ قالت وماله، حتى لو خلفنا خليها معانا، هتكون اخت الطفل بتاعنا. بيفكر في الموضوع ولسه متوتر ومتردد. بتروح بعد كده رويدة، ومن الواضح ان هي يعني بتفكرني بايام هند زمان لما ما كانش عندها كرامة، لانها راحت اكتر من مرة وطلبت ان هي تقابل كمال، ومهما يطرد فيها مفيش فايدة. برضو راحت تقول لهند انا جاي عشان اقابل كمال، قالت لا مش موجود وتفضلي امشي من هنا. قالت لها انت كدابة. قالت لا لا مش بكذب على فكرة، واحنا سايبين الحي كله ماشيين من وشك، يا ريت بقى تريحينا منك شوية، انا زهقت منك، انت من ساعة ما دخلتي حياتنا وحياتنا كلها مقرفة، بعدي عننا بقى. لكن مرة واحدة بيجي كمال وبتجري رويدة عشان تكلمه، بيقول لها امشي مش عايز اتكلم معاكي. دخلت وراه علشان تتكلم معاه، برضه مفيش اي فايدة. قالت له انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك، انا بحبك، انا هتطلق من وسام، انا خلاص رفعت قضية طلاق، انا مش بحبه، انا بحبك انت وانت عارف كويس جدا، ليه بتعمل فيا كده؟ نرجع لبعض؟ قال لها ما ينفعش، رجوع لبعض مش هينفع، خلاص انتهينا من الموضوع ده، انا كنت غلطان، انا اصلا دخلتي على الحي ده غلط، انا عشتي هنا اصلا غلط، معرفتي بيكي كلها غلط، يا ريتني ما عرفتك ويا ريتني ما شفتك. قالت له حلمنا، كنا بنحلم نكون مع بعض. قال كان حلم او قولي كابوس، الموضوع انتهى بالنسبه لي، اتفضلي اخرجي بره. قالت له كمال انت بتهزر، طب قول حاجه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ وصحيح هتمشوا من هنا؟ قال لها ايوه هنمشي. هند قالت يلا يا كمال، كاظم دلوقتي جاي بالعربيه علشان ياخدنا، وحضرت خلاص الشنط والحاجه. قال لها تمام. رويدة مصرة تتكلم، قالت تتكلم معايا، انت زي بتقول كده، حرام عليك، انت زي تنهي كل شيء كده بعد كل اللي عملته انا. قال لها امشي، انا مش عايزه اتكلم معاكي خالص، يا ريت تبعدي عني وعن حياتي، انا كنت غلطان. بعد كده بيجي كاظم وبيروح هو وهند علشان يركبوا مع بعض في العربيه. فضلت تجري ورا وتقول لي سيب ما تسيبنيش، انت زي تسيبني وتمشي. طلعت تجري ورا العربيه لحد ما وقعت. كمال قال لكاظم وقف شويه، فكر وقال خلاص خلاص امشي، وهي بتبكي وبتعيط. جمال قرر ان هو يروح علشان يتكلم مع فريده ويقولها ان هو متجوز سمر، ده بعد ما اتخانقت معاه سمر في الشركه وقالت له انت ازاي تجيب الحاجه دي او الهديه دي ليه فريده، كان تقريبا جايب لها حاجه داخليه او قميص نوم او حاجه. قال انا ما جبتش حاجه وشكل فيه لخبطه حصلت، طبعا احنا عارفين من الحلقه اللي فاتت ان سهيل هو اللي عمل كده. فبيروح جمال لفريده البيت علشان يقول لها على الموضوع ده ويخلص خالص بقى، لكن هي كانت جوه ما رضيتش تفتح له الباب علشان خاطر عارفة هو هيقول ايه. بعت لها رسالة يعني هي مهتمتش. وبعد كده بنلاقي ان بيجي عدنان على بيت بنته وبيقول لهم ايه، خلاص البنت دي هتكون بنتكو. سيف رأيك ايه؟ فكر شوية وقال طيب تمام ماشي. طبعا ده بعت الحاح من وفاء وتقول له البنت محتاجانا واحنا محتاجينها، احنا يعني نفسنا يكون عندنا بنت، والالحاح ده خلاه يوافق. وبعدين قال خلاص مبروك عليك، وانا هخلص لكم بقى الاجراءات وخليها على اسمكم. وبيسيبهم وبيمشي وبيقول لهم ما تنسوش ميعاد العشاء النهارده، وبيوصيهم ان هما ما يتاخروش. وفاء بتقول لي مديحه بصي يا ماما، بعد ما راحوا طبعا هناك، بصي ازاي سيف بيحب البنت ومبسوط ان هي معاه، احنا خلاص هنتبناها، وبابا هيخلص الاوراق ما تلاقيش من حاجه. وبعد كده بيوصل كمال وهند، الام بتسلم طبعا وبتكون مبسوطه جدا وبتقول اهلا بيك يا ابني في بيتك، اخيرا هترجع وتعيش معانا انت وهند. كمال بيروح وبيشيل البنت الصغيره اللي المفروض هتكون بنت وفاء يعني، وبيتجهزوا علشان العشاء. وبيجي بعد كده عدنان ونرجس بتخدم عليهم وبيقعدوا يتردشوا شويه، وبيكون عدنان مخلص الاوراق بتاعه البنت كمان ويقول لهم مبروك. وبنلاقي بعد كده بتسال بلقيس سهير عن رويده اختها، قالت لها فين اختك؟ مش موجوده في المستشفى ليه؟ سابتنا وراحت فين؟ قالت لها ما اعرفش زمانها جايه. طبعا كانت قلقانه وبتقول يا ترى انت روحتي فين يا رويده، يا رب تقدري تتكلمي مع كمال وتوصلوا الحل. بعد كده الكل بيجهز للعشاء، الكل بيتجهز ورايحين علشان يقعدوا مع بعض على العشاء يعني كلهم موجودين. اما بعد كده فبنلاقي بلقيس بتاخد بنتها من ايديها رويده وبتروح عند المحامي وتقول لها لازم بلاش موضوع الطلاق ده، تلغيه خالص، مش وقته خالص طلاق من وسام، ما ينفعش انك تطلقي في وقت زي ده، هتندمي، ضميرك هيأنبك كتير.
وبالفعل بتسمع كلام امها وبتروح وبتتنازل عن دعوى الطلاق ده، وما بتقولها انا معاكي وبعتيلي من حاجه. اثناء وجود عيله عدنان على العشاء، الجرس بيضرب ونرجس بتفتح وبتلاقي قدامها فريده. الكل بيتصدم طبعا، وعدنان بيتضايق بتقول انا جايه في ميعادي بالظبط علشان يعني العشاء. عدنان بيقولها انت مين اللي عزمك اصلا؟ رد جمال وقال له بابا. اتفضلي طبعا يا فريده بيتك. قعدوا مع بعض على العشاء، وسمر كانت زعلانه ومتضايقه. فريده قالت ايه ده سمر موجوده؟ طب دي حاجه كويسه خالص، كويس انك جيتي. رد عدنان قال تيجي منين ما ده بيتها اصلا. طبعا فريده بتستعبط قالت ايوه اكيد طبعا بيتها، انت قلبك كبير جدا يا عمو عدنان، وفعلا حسسنا يعني ان ده بيتنا كلنا. طبعا عدنان كان اصلا متضايق وبيعاملها وحش جدا، ودخل على جوه ومديحه حاولت ان هي تهديه وتقول له معلش بالراحه اصلها كانت مريضه. جمال خب عنها موضوع جوازه، قال انا مش طايق البنت دي في كل حته كده، طب علينا حتى عشاء مع عيلتي مش قادره اتعشى عدل منها، انا زهقت. قالت له معلش هدي نفسك وطول بالك. فريده بقى قالت ان هي تفجر مفاجاه، اولا شكرت كل حد، قالت انا مبسوطه جدا لاني وسطكم، بشكركم جميعا على كل الحب اللي قدمتهولي طول السنين دي. بشكر الست مديحه لانها كانت بتعاملني زي بنتها وضمتني وربتني مع اولادها. بشكر كمان وفاء اللي كانت معتبراني زي اختها، وكمال اخويا. بشكركم كلكم على كل حاجه، وطبعا اخص بالذكر بابا عدنان، قصدي يعني الاستاذ عدنان. كنت عايزه اقول حاجه وافجر مفاجاه كبيره جدا. جمال وقف معايا كمان ورجعني من مكان الخطف اللي كنت فيه، ساعدني كتير وسهيل طبعا جميله على راسي. لكن انا دلوقتي جايه اقول لكم مفاجاه قويه، انا قررت اني اتجوز انا وجمال. انا جاي النهارده علشان اعرض الجواز على جمال. الكل بيتصدم وبيبص لبعضه طبعا ومش عارفين ايه اللي بيحصل ده، وبتقول ان هي جايه علشان تعرض جواز عليه، وساعتها محدش قدر يقول اي حاجه طبعا. لكن فريد قالت له انا ارتكبت خطأ كبير جدا لما رفضتك، انت كمان سبتني زمان وظلمتني واعتذرتلي وانا رفضتك، علشان كده ايه رأيك لما نتجوز؟ طبعا هو سكت وما ردش عليها، والحلقه خلصت والفيديو خلص على كده. طبعا لحد دلوقتي مش معروف هيكون كام حلقه بالظبط، ناس بتقول 165، ناس بتقول 180، ناس بتقول 250، الله اعلم. بدأ يختصروا كتير في بعض الاحداث، وكمان يعني بعض الشخصيات لغوها تماما زي شخصية سيف. برضو بقول ان انا حبيت انزل لكم الفيديو والحلقة من المسلسل الاصلي، ومش عارفة لسه ممكن يعملوا ايه في المسلسل العراقي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، لو عايزين باقي الحلقات حتى لو المسلسل مش هيتم عرضه تاني عرفوني في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو تاني وحلقة جديدة من مسلسل حيرة. احبكم كل شيء هواي، باي باي.